السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزول في الأول. يلتحقوا خوتنا نتكلموا ندرتشو قليلا. الآن رانا اليوم الخميس 28 مارس، راهي الساعة 12:20 دقيقة بتوقيت القوة الإقليمية. بلغنا كما بلغ كل الجزائريين أنه تم توقيف علي فضيل مدير مجمع الشروق اليوم من طرف العصابات. احنا خوتي كما تعرفوا العقلية، احنا أصحاب مبدأ، نختلفوا مع علي فضيل في عدة نقاط، ولكن الشيء اللي يدوخ الشعب الجزائري ويدوخ العالم أنه ولد القومي اللي هو أنيس رحماني جرو العصابة متهم بالجوساسة بالوثائق، مش احنا اللي قلنا، متهم بالجوساسة بالوثائق، وعميل للاستخبارات الإماراتية وعميل للاستخبارات الأمريكية بالوثائق، وخرجناها وشافها العالم، زائد شاكية به كاع الجزائر، كل الجزائر شاكية به. رغم هذا ما داوش للتحقيق يوم واحد، لأنه كلب من كلاب النظام والسعيد بوتفليقة. الخرجة اللي خرجها علي فضيل بالأمس وقبل أمس، وقال باللي السعيد بوتفليقة، وهذه حقيقة، قال باللي الختم تاع الرئاسه راه في جيبو ويسني بيه، راه سرقو وراه يكاشي بيه، وممكن يكاشي حتى للقايد صالح يقول له تربح في ساعات قادمه وفي ايام قادمه. هذا العصابه بتفهموا ان الماده 102 التوشي عبد العزيز المحنط، ولكن ما توشيش العصابه الحاكمه، وما توشيش سعيد خوبو تحنيطة، وما توشيش ناصر خوبو تفليقة، وما توشيش عبد الغاني خوبو تفليقة، وما توشيش كاع العصابة اللي راهي حاكمة البلاد. قالك جاو جماعة المخررات والمخابرات على 8 تاع الصباح في عملية اختطافية هوليوودية، كما موالفين يديروا في التسعينيات، كما كانوا يخطفوا في الناس، كما كانوا يرعبوا في الناس ويخطفوا فيهم في التسعينيات، عاودوا ولاو نفس الطريقة وداو المدير تاع الشروق، وهذا ما ندينه احنا. اي واحد يواجه العصابة بملفات حتى ونكون نختلفوا معاه، عدل من الله نختلف معاه بزاف النقاط، ولكن هل يدخل الحبس نوقفوا معاه؟ علاش؟ لاننا احنا ما ناكلوش الجيفه. الواحد كي يكون عندنا مع سيرة يكون برا، ويكون عندنا مع سيرة ليس وهو في السجن. هذا مبدا الاحرار ومبدا الرجال، هكذا خوتي. لذلك نحن ندين هذا العصابه، لان علي فضيل خرج لهم عريان وكشفهم وتكلم على السعيد بوتفليقه في هذا المرحله. قلت لكم حتى ونختلفوا معاه، ولكن كي يجي قرار من عند العصابة باش يخطفوا ناس لمجرد أنهم حاولوا يكشفوهم أو كشفوهم في يوم من الأيام، فهذا غير مقبول. وراح أن وصلوا الصوت تاعهم للجرائد العالمية والقنوات العالمية باش نزيدوا نفضحوا هذه العصابة المرتزقة، باش نزيدوا نضغطوا على هذه العصابة المرتزقة. وبلغني كذلك من مصادر خاصة أن عدلان ملاح هو الآخر مبحوث عنه من طرف جناح آخر، وحنا كاع على بالنا بلي حتى في الإعلام الجزائري، كل في الإعلام في الجزائر، التلفزيون في الجزائر، كاين أجنحة تسير موراهم. كاين ناس يقولوا لك
ولو كان ود القومي يتكلم ولا ود القومي شيء آخر. ود القومي هو عميل وجاسوس، هذه لازم يعرفها الجزائريين. قضايا توعنا يقول داخل، أما ود القومي فهو جاسوس للأمريكان وللإمارات. وهذا الشيء اللي تقول فيه بالوثائق ويكيليكس هي اللي قعراته، ناهيك على الشكاوي تاع الملايين تاع الناس. الناس قاع شاكية به، العالم قاع شاكي به في الداخل في الخارج، وشعره ما تحركتش من راسه. فهمتوا خاوتي ولا فهمتوش؟ هاي العصابة نتحداهم يخطفوا ود القومي، لأنه يستقوى بالخارج ويستقوى بالعصابة الداخل. الخارج يستقوى بهم عن طريق الأمريكان والإمارات شواكرهم، والداخل يستقوى بالعصابة تاع السعيد، لأنه حذاء صباط عند عائلة بوتفليقة وعند الجماعة تاع الداخل، وهو خصم العلي فوضيل. الطريقة اللي يدو بها علي فوضيل ما هيش طريقة تاع الرجال. خلوا الرجال تفضحكم وتتكلم. قناة الأطلس بلعتوها لأنها بدأت تفتح في الملف تاعكم ذاك العام. اليوم قال علي فوضيل قال كلمة على سيدكم السعيد يا مخابرات الخردة، على سيدكم السعيد ليكم تعبدوا فيه وقت تخطفوا فيه. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على الشيء قاع اللي قلناه عليكم، بأنكم مجرد مرتزقة خدامين أو بلونطوان تاع السعيد وعن جماعة السعيد. ورانا عقابكم، ورانا نساندو في كل مظلوم وقف ضد العصابة في الأمان. وتلقاو نحشية في لايف يزلزل، وما يحبوا اللايفات اللي يزلزلوا، ويحبوا ندخلوا لهم الكوزينة، ويحبوا ننقلوا ما يحدث داخل إلى الجرائد العالمية. والحمد لله لربي مكننا باش يكون عندنا اتصالات في كل الجرائد العالمية وخيوط باش نقعروكم عالميا يا ولاد الحركة. تحياتي خوتي أينما كنتم، ونبقى مختلفين مع جماعة الإعلام. كي نشوفوا واحد محقر نوقفوا معاه، لأننا رجال. السلام عليكم.